جيناكم يا أهل الدار، جيناكم كبار صغار، جينا وما لقينا لا دار ولا شجار. يا جدي وين الدار والجار اللي كان يغار؟ لك يا جدي وين الدار والجار اللي كان يغار؟ وين البحر والليوان؟ وين الفارس والميدان؟ وين رجال ما بتنهان؟ وين الالفة والمحبة؟ وين النخوة؟ يا خسارة جد ويا خسارة جد ويا جيناكم يا أهل الدار، جيناكم كبار صغار، جينا وما لقينا لا دار ولا شجار. جيناكم يا أهل الدار، جيناكم كبار صغار، جينا وما لقينا لا دار ولا شجار. أهلين بالمختار، أهلين بالعقيد. يا أهلا وسهلا برسالة، يا أهلا وسهلا بكم، عليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا يا الله. الله يبارك بعمرك يا رب. ان شاء الله الف مبروك يا ابو عبدو. الله يبارك فيك ابو عبدو. الله يبارك فيك حديد اهلين وسهلين. وضح دلالي يا غالي، طالعك العالي. شرف علي. شو يا بطاي جاهز؟ ايه لعيونك جاهز. يلا طيب وضح. الله يصلحك يا ابو وضح على هالورطه. ايش جايب كل اهل الحاره؟ يا سواد وشك يا ابو عبدو من شباب الحاره، لو كنت عارفان بحسب حسابي.
عوشي يا بي؟ لا يا بي، حسبت حساب الشباب برا. إيه لكن رجلي برا عم يضيف راحة وسكاكر. سكاكر؟ منين إجت السكاكر؟ سكاكر؟ طيب شحنة مدوا ايدكم يا جماعة، تفضلوا تفضلوا يا شباب، تفضلوا بوضع بديدك. لا تواخذني يا أبو عبدو، أنا الحلو ما بيواتيني وراه. سلامة قلبك إن شاء الله. تفضلوا شيب، تفضلوا. أمني شو بدافي، أمني. الشباب انضربت ايده بالسيف والدم عم ينفر من ايده نفر. يا على قامتي، مين هذا الشاب اللي انضربت ايده لك يا مو؟ ما بعرف، يمكن وضح. وضح ابن عمتي. وضح؟ ايه وضح، اكيد هو. يا سلام، أوه سناي سناي، مجاري الهلا ونجيب. على قلبك بداسي، على قلبك حبيب قلبي. يا لطيف يا لطيف، شو صار له؟ ماي ماي ماي، شو صار له؟ رايح يروح الرجال بين ايدينا. ماي ماي على الفرع يا ابو لطفي، ضروري تانه صحتين يحتك. لا يخرب بيته، لو بيطلع بيده لا ياكل الدنيا كلها. لك شوفوا لحقوه، دحوا دحوا، فجعان من طول عمره فجعان. يا لطيف، والله لو ما لطف الله ليروح قتيل القطايف. وحده الله يا جماعه، وحده الله. صلوا على النبي واتركوا الزلمه بهمه يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لك حط من ايدك، ما كفاك اللي صار فيك. خلاص ابن نجيب، حصتك من القطايف تاخذها معك على البيت. الله يخلينا مختار، الله يكرمك سيدي راسي، الله يكرمك والله ما في منه. اي والله ان شاء الله يا رب، وقت بيروح على البيت يلاقي اولاده فايقين حتى ياكلوا له اياهم. شو؟ لا سيد راشي، لا اكيد بيكونوا ناموا. شوف اياهم، لا اعوذ بالله. اعطونا شغلنا تاع الدم بس. هاتك ابو جمال لعيونك، خبرت من فوق. ايه الله يرضى عليكم يا شباب، لا تخبروا حدا من الكباريه، ما بدنا ننزع الفرحه على خالي ابو عبدو. لعيونك ابو نور. وضح، خذ السيف وضربني على ايدي، وهي قدام الشباب، دمي مهدور لك. صلي على النبي لك شاهير، شو عم تحكي انت؟ شغله بسيطه. اللهم صلي على النبي، عم بقول لك خذ السيف وجرح ايدي مثل ما جرحتك. لا حول ولا قوه الا بالله. يا شباب، مين في بيناتكم ابو ضايب بيجي يجرحني بايدي مثل ما جرحت وضاح؟ صلي على النبي شاهير. لك مين؟ لا اله الا الله. يا الله، جرح حاله. لك اعطونا شو 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 الله يسامحك يا ابو فهد، شو عملت بحالك؟ الله عليك. السلام عليكم. خير شهر جرح وطاح بالسيف. شو هالحكي؟ وين والله؟ برا عقيد. لا تجيب سيرة دم الكبارية. أمرك عقيد. يلا على اسمكم يا جماعة. ليه يا عقيد؟ شو في عقيد؟ مشوار صغير. يامو، سمعتي صوت العراضة من شوي؟ ايه سمعتها. لمين هالعراضة يامو؟ ما بعرف. شو بكي يامو، في شي؟ ما بعرف، قلبي قامطني، مشغول بالي على اخوكي. يامو انتي موسوسة، شو بده يصير له يعني؟ ما بعرف ما بعرف. يعني شو كان صار لو رحت مع كبارية الحارة وباركت لأبو عبده؟ ايه والله الجماعة ما بيتركونا، كل ما صار عنا شي بيجوا لعنا. خلاص بكره بنقول عنده على المشغل وبارك له. إيه لا، لو رحت مع المختار والكبارية كان أوجه وأحسن. إيه ما بدي شوف حدا من بيت العياش، وخاصة هذا العقيد وابن عمه شاهير. يعني يا رجال، ما كنت تنسى هديك القصة؟ بيتهم وبطلوا يبيعوك يا شو يعني قامت القيامة؟ آخ لك الغلب صعب يا مرا، صعب. ما بتذكر شو عملوا فيه بهذاك اليوم. بعنا بيتنا القديم وبعنا ذهباتك وتدينا مصاري، وبالأخير قلبوا علي. ولكو يا ريت استخدموه للبيت، خلوه مسكر ست سبع سنين، عملوا كل القصة هيك شكارة.
الجماعة هيك أعلون ما بيحبوا يبيعوا أملاكهم، وأخوهم لما باعك البيت ما كان مشاورهم. خلاص خلاص خلاص، إيميني من سيرتهم، الله يرضى عليك إيميني من سيرتهم. خلاص على مهلك على مهلك، الله يصلحك يا أبو فهد. لك ليش هيك عملت بحالك؟ مو بإيدي لك وضاح، الله وكيلك مو بإيدي. لما شفت منظر الدمع ينفر من إيدك ما تحملت. لك أنت ابن عمتي، يعني كمان السيف له أهله، واحد لازم تضل عينه على غريمه، مو عين فوق وعين تحت. لا لا صفوان، ما حبيت منك هاي بنوب. وضاح أنا بعرفه قد وقدود. لك عم نحرك شو؟ ابن عمتي وبعرف قديش قضاي حركة شي وضاح. عفاف شوفي ابن عمتي على السريع، سخني لي طنجرة مي صغيرة وجيبي لي رشة ملح بسرعة. مي سخنة وملح مشان شو؟ لك بعدين بحكي لك، مو وقتها، امشي. ايه مين؟ ناصري. مين؟ ناصري شبك يا عمو شبك. لحمة لحمة وين لحمة؟ عقيد أبو أدهم، عقيد أبو أدهم. الله لا يوفق يا تحسين ويبليك بقتلك وجهة كل من الوجع عند الله يا حق. يا مو ناصري قوم تقبرني كلك شقفة لحمة بتقيتك لك أمي، هدول جيب لك ياهون العقيد أبو أدهم. ضبع ضبع. وين الضبع لك أمي؟ نمر. لك أمي ما في لا ضبع ولا نمر، أنا جنبك ليكني، لا تخاف. ضبع ونمر. يا لقامتي راح الولاد. لك أمي ما في شي ما في شي، أنا جنبك. منيح منيح. آه يا ربي، أهلا ويا كله شقفة لحمي إلو من الصباح على لحم بطنه. وليا لقامتي الله لا يوفقك يا أبو شراب. يا لك أبني أنا أمك، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ارتاح يا مرتاح، ارتاح حبيبي، ارتاح ارتاح. يلا يلا شاهي يا رب. مساء الخير. مساء النور. شو ليش لحالكم؟ وين وضاح؟ ليش وضاح ما كان معك؟ مبلا كان معي لما كنا عند الجماعة ببيت أخوك يا أبو عبدو، بس لما طلعنا طلع هو والشباب وما عاد شفته. قلت لحالي أكيد بيكون سبقني لهون على البيت. قولي على قامتي وين راح الولد؟ شبنا رويدا، شو هي ولد ما ولد؟ ما شاء الله وضاح صار رجال والناس بتحلف شواربه. أنا بالنسبة إلي بضل ولد. دخيلك يا رب وين راح بهالليل؟ يعني وين بده يكون رايح؟ اكيد سهران مع رفقاته الشباب، يمكن بالقهوه، لانه الحكوات اليوم بده يبلش بالتغريبه. يابي بيقولوا تغريبه بني هلال حلوه كتير، جيب لي قصتها خليني اقراها. تكرم عينك سموح، بس شوفي الله يرضى عليكي بجيب لك اياها، لكن بشرط بس تقريها بتقريها لامك. لك شوفوا انا بشو وانتو بشو. لك خلص شو بنا روق لك جساس شبك. أهلين أبو أدهم. أهلين أبو أدهم. خير إن شاء الله ما في شيء؟ لا لا خير خير خير. يلا لا أفتح المضافي. لا لا ما في لزوم. وضاح انجرح جهرة صغير. شو؟ ما في شيء يا بي، شغلة بسيطة. طمن أبو وضاح، جرح بسيط، أخذته لعندن مني على البيت وصفوان حط له دواء ولف له عن جرح. الله يطمنك. صفوان هلأ راح يوصله لشاهر كمان. شاهر شبه؟ ويدا تركبي وراي. لا انا ما بركب غير مع وضاح. اتركها صفوان، اتركها تركب هلا، بس تجي زكيه بتركب وراي. سميح اركبي وراي. لا انا ما بركب معك لانك ما بتعرف تركب على الفرس منيح. تقبر قلبي ان شاء الله، يا ريت الجرح كان لايدي ولا لايدك. انا السبب، انا السبب يبعد لحم. لو ما اطلع لفوق مشان يشوفني ما كان انجرح. والله العملة اللي عملها شاهير ما بيعملوها غير القبضايات، مشان هيك يرضى عليكي بتاخدي درب طريقك وتروحي بكرة لعند ام شاهير وبتشقي عليه. على راسي. يلا تعال. مرحبا بياسير.
أهلين مختار. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا عم ياسين. طمني دخيلك وضح كيفه. لا الحمد لله بخير، الله يحمي لك المحروس ويفرحك فيه. الله يسلمك يا مختار، امرني. ما يؤمر عليك صالح، بدي تشكيلة خضرة تبعتها لمعارف المصري، وما تجيب سيرة قدام حدا. الله يرضى عليك، ربي يستر على الجماعة. الله يستر على جميع أمة محمد، الله يكتر خيرك يا كبير يا ابن الأكابر. ولك انت الاصلي لك يا ابو ياسين، خلي لي اياك وتبعت لي تشكيله على البيت وبعدين بحاسبك على الكل. تأمر مختار على راسي. السلام يا ابو ياسين. السلام عليكم. السلام عليكم. شو عم تفكر؟ اهلين وسهلين مختار بجلاله تقدروا عنا يا ميت مرحبا. تفضل على طول بالاحاطه نازل. الله يخلي لي اياك، والله بدي اروح على الحاصل. شلونكم وشلون الصحه؟ الحمد لله بشكر. ابو محمد شلون ابو رضا اليوم؟ الحمد لله منيح، هلا جيت من عنده صار احسن. ايه الحمد لله. وديبو عنده؟ ما عم يتركه بنوب الدور. بس وضح كيف صار، والله قلقان عليه. لا الحمد لله جرحه خفيف وما بيخوف. الله لا يشغلكم بال على غالي إلهي، بيخلي لكم أولادكم. أبو الفخر. أمرني مختار. معيتك بتنقيلي ثلاث دبايح مرتبة، وبيعاونك أبو محمد بتذبحوهم وبتعملهم حصص وبتوزعوهم على الفقراء والأيتام. تمر تمر يا مختار. أروق أبو جلدي، هاي المختار لك شغلي. فخري. لا روقنا مختار، أنا بحب أمزح معه. الله يعافي لك يا مختار. إن شاء الله بتفرح فيه. الله يخلي لكم حبايبكم إلهي. سيد راسي، ثلاث دبايح. ثلاث دبايح يعني؟ إيه ثلاث دبايح، مشان وضاح ومشان شاهر ومشان نصري. الحمد لله اللي ربنا سلمنا إياه. لكن مو كتير سيد راسي، ثلاثة والله كتير. لا مو كتير، هدول اللي وجه الله تعالى شبنا بنجيب. سمعنا أبو الفخر؟ ثلاثة، لا دبيحة ولا دبيحتينا، ثلاثة. شو بكم سيد راسي؟ شو حكينا؟ حكينا شي بيضحك؟ ايه مختار، أبو نجيب له حصة شي. والله أنت شو رأيك أبو الفخر؟ أنا برأيي والله بلاها. أنت الله لا يوفقك إلهي. ليش بقى؟ شنو هديك المرة بالقطايف يا دوب لحقناه تلحي، أنا خايف هلا مع اللحمة يبلع أصبعته. سيد راسي أنا خليني أخذ حصتي، وقت اللي بيصرني شي حضرتك لا تلحقني منيح هيك. مختار؟ أمور أبو نجيب. هلا يعني إذا الواحد أخذ القشة والروس والمقادم بينحسبوا حصة شي؟ لا سيدي، بالنسبة إلك الروس والمقادم والأشياء ما راح ينحسبوا حصة. أبو محمد يرضى عليك، بتعطوه الروس والمقادم والأشياء وحصة من اللحم فوق. تمر يا مختار على راسي. لك الله يديمك يا مختار، أكتر خيرك إلهي. لك هلي بدي أفهمه، إنه مين بدي ينظف لك الأشياء إذا حرمتك مريضة وبناتك صغار؟ يحتك عريجة الشنة مركدا بدو يلاقي لهم بيعة. ليش بيعة سيد راسي؟ أنا منظفها براسي، منظفها يا حبيبي. والله أنا خايف يا جماعة يأكل الأشياء بخيرة. لك شلون عم نجي؟ الحمد لله بكتار مو سيدك. لا منيحة منيحة. إيه الحمد لله. أبو صفوان ما تلاقي له دواء لابن نجيب يخفف من وجع المسكينة؟ يا بضح والله لقينا له دواء، قلنا له بيكلف كم برغوت، قال لا خلونا على ورق الكينة. هلا كان، لأنه هدول بيعطفون ببلاش، بحب البلاش. خلاص لفه ابن نجيب. أبو صفوان أعطيه الدواء وعلى حسابي. على راسي يا بضح، تأمر أنت. يلا السلام عليكم. عليكم الله السلام ورحمة الله. الله يكرمك يا مختار. إن شاء الله صحة وهنا. تسلم إيديك يا مو. لك أمي يعني كان ضروري تجرح إيدك. ما قدرت يا مو، ما قدرت. هات عنك. بس بدي افهم شلون اجى من قلبك تشرح حالك؟ هذا وضح لك فهمية. عليم الله لو كانت الضربة جاية على صدره قتلته كنت نحرت حالي على الحارق. يا عن قلبك. ولي على قامتي. هلا بيكونوا يا امي بيت ام وضح زعلانين منا. انا والله والله ما بيهون علي بزعل ام وضح. بس شو نعمل يا امي؟ هذا امر الله. معلش يا مو معلش. بيت ابو وضح اكبر من هيك. يا امي والله الضنا غالي. وهن الجماعة ما عندهم غيره وبيخافوا عليه من نسمة الهوى. تعرف يا تقبرني جاي على بالي روح لعندهم وهنيهم بسلامته. يوه إيه نحن كمان ابننا جراح. قومي يا مفتحي الباب. قومي شهيرة برا هي بتفتح. لا اختي لا، قومي انت افتحي، ما في داعي حدا يعرف انه شهيرة عنا وحرداني. حاضر اخي حاضر. خليكي انا بفتح. والله عشنا وشفنا. ولك اخو مين؟ أنا بحدو. مين يا مو؟ صهري أبو حدو يا مو. فتحتي له؟ لا يو، شو افتح له؟ يا مو؟ نعم. قومي أنت افتحي له الله يرضى عليكي. هي تقبرني هذا جوزها حلالها، ما له غريب. معلش يا مو معلش.
ساوي مثل ما بقلك. الله يخلينا اياك. بتقبر قلبي على راسي بتأمر. انت وشهيرة فوتوا لجوا. يلا يلا. يا اهلين. مرحبا مرت عمي. اهلين اهلين صهري ابو حميد. خلينا اياك يا رب. حبيبي تفضل تفضل. اهلا وسهلا. ايه موجود. يلا يلا. بتعرفي يا شهورتي، كل ما اشوف امك بتذكرني بامي الله يرحمها. الله يرحمها. تعيشي. لك بحبها من قلبي. بحبها. لك اذا بتم مبوس ايدها صبح ومساء ما بقصر. بتعرفي ليش؟ ليش ابن عمي؟ لانه خلفت لي هالقمر وعطتني اياها. مولي عم تتناوق يا رجال؟ هس هس. لا مو هس. هلا بدي اقول له لشاهر خلي يربيكي. لا يا فهمية لا. الله يوفقك. لا تقولي له بيهون عليكي يضربني. بتستاهلي مو عيب عليكي. عم تتناوقي على الرجال. ولك يا جدبه هذا جوزي وابو ابني. ايه اخوك شاهر ما بيهون عليه. فهمية الله يخليكي لا تقولي له. ايه حبيبتي. ايه بس بشرط. شو هو؟ بدي هالحلقات الحلوين وبدي اياكي تجلي كل جليات اليوم. ماشي يلا هاتيون هاتيون لشوف على السريع. طيب بركدا سألني عنهم أبو حدو شو بدي قله؟ حبيبتي أبو حدو خلاص طار. طفي من تمك فعل الله ولا فعلك. هاتيون بقى. أنت ما بتستحي على حالك ولا؟ سلامة الله يكون بالعون ويتيم تقوم تضربه قدام كل أهل الحارة. هو صار يتنطط قدامي مثل السعدان بعدين أنا ضربته كرمالك عليه. شو؟ كرمالي؟ أنا قلت لك ضربه؟ لكن مو كتر خير ابو شومان اللي خلصه من بين ايديك وجاي تتهجم عليه كمان؟ ما بتعرف انه ابو شومان ابن عمه لمصري واذا جد الجد ما بيسال عن عشره مثل حكايتك؟ لا طلع له عقيد وحياه عيونك ما طلع له. سد بوزك. ما طلع له قال زلمه عامل قيمه النا لعائلتنا لعائله عياش. هلا نتخلى عنك بياكلك اكل. اسمع بتروح هلا لعند المختار بتعتذر منه وتطلب منه يسامحك وبوشك على الجامع اللي عند الشيخ نزير. بدك يعني اعتذر من المختار؟ ايه وبتبوس ايده كمان. فشر انا ما بعتذر من حدا. لك قليل ادب ولا؟ شايفه هذا اللي عم تقول عنه فشر؟ لك لولا كنت هلا بالكراكون وين الجنب اللي عم يجعك. هذا مفضل عليك وعلى كل اهل حارتك، دفع من جيبته للظابطيه مش ما يمسكوك. نلع طمني ابن عمي ان شاء الله الجرح ماله كبير. ايده كانت ملفوفه وما بين علي اذا كان الجرح كبير ولا صغير بس من اللفه بين انه الجرح كبير. يبعد لحم ان شاء الله. والله انا السبب. يا علي يا علي على هالضربه. بعدين شاهر شو له غايه معه؟ اه ولا ضاربه العمه وماله شايفه؟ لك لا غايه ولا شيء. امر الله صار وهي مو اول مره بيتنازل شاهر وبضح بس يا ابو الترس. يعني كل ما صار فرح او عرس بالحاره بيتنازلوا وكل شباب الحارة بيشهدولون بالحرفة والخفية والشطارة. شبكي يعني صهرك أبو وضاح وأختك رويدة ما لهم زعلانين من شاهر؟ أعوذ بالله. إيه أبو وضاح بيخاف على شاهر أكثر ما يخاف على ابنه. يا على قامتي عليها هالأم وضاح. إيه والله والله شايفة وضاح وما لم صدقه. ابن عمي خليني روح لعند أختك أم وضاح شق على وضاح وأطمن عليه. إيه والله والله بتلاقيه قد الدنيا منه. إلا كان هذا واجب. هلأ ببعت رجلي لعند أبو ياسين الخضري خلي يجيب لك شوية فواكه تاخذيهم معك لأنه مو حلوة تفوتي لعنده وإيدك فاضي. تكرم عينك. الله يديمك ويخليك فوق راسنا ويرزقك يا حق. ابن عمي عليها شيء إذا أخذت رويدة معي؟ عبد نجيب؟ إيه؟ قوم خذ الأشياء تبعك على البيت قبل ما تخم وأنا ببعث لك حصتك على البيت. قوم لك عم ساعدكم سيد راشي. ليكني ماسك الخواريف. شبك ليش متضايق؟ لك ابن نجيب ساعدتنا ومشي الحال. خذ الأشياء تبعك وروح قبل ما تنتزع وخلينا نعرف نشتغل بقى. يا حروح سيد راشي يا حروح. الله وكيلك يا حيوح. بس بدي اسألك أبفكي الأشتين الثانية حصة مين؟ استغفر الله العظيم. لك شو اليوم هذا الشيء؟ يا ابن نجيب انت شو بدك من الاشتين التانيين ولمين بدهم يروحوا؟ لك يا عم نسال سيد راسي عم نسال. شبكهم كفرنا كفرنا شو عرفنا؟ لك ابو فخري خلينا نلف له حصته ونعطيها ونقلع ونخلص منه بقى. ايه هو هيك فعلا. لا تعال خذ محمد سيك.
فخري هاي كلها هبرة، حط له شوية دهنة. لك خليه ياخذ أحسن لحمة وحل عنا، ما مخلص من لسانه بعدين. قولتك. كفر، الله وكيلك كفر هاد، يا حرام. ناس تاكل هبرة وناس تاكل دهنة، حط له دهنة سيد راسي، حط له. والله مزبوط، يعني أبو نجيب حقاني كثير، هات هذا محمد لاقي منه شوية هبرة ونحط شوية دهنة. يلا سيدي يلا. حط له. وي دهنة. حط لعيونك. حطه. الله يمضي هالنهار. ليه هي؟ إلك أبو نجيب. إلي؟ إيه بابا إلك. الله لا يوفقني، الله لا يوفقني. يا عمو ما سألتي لأخي شاهر إذا كان أبو حدو حكى معه مشان يرجعني ولا لا؟ والله يا تقبريني سألته، بس يعني هو لا جاب سيرة ولا حكى. وأخوك الله يرضى عليه لمح له مرتين ثلاثة وهو طنش. أمي يا مفتحي الباب، أمي تقبريني. طيب يا عمو ما طلب يشوف حده؟ والله لا جاب سيرة حده ولا أم حده. الله يزيد فضلك يا حبيبتي. شلونك أم الفهد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بهالقامة وبهالعين يا حبيبة قلبي. أهلين يا روحي، أهلا وسهلا، نورتوا. أهلين يا ديبة. بلاقي شهيرة عنكم؟ زيارة. اسم الله اسم الله، حوطك بالله يا حبيب قلبي. حندق بندق، عيني شافتك وما صلت على النبي طق وتنبو. اللهم صل على سيدنا محمد. صلي على النبي. تفضلوا على الليوان يا جماعة. الله يزيد فضلك ويكللك بالعافية يا حبيبي. تعالي صدري يا ام نصري بالصدر، صوره للجدوره. الله يخلي لي اياك حبيبي. زيد فضلك. اهلا وسهلا. لكن خلي لي اياك شو بتعرفي بالواجب. تقبري قلبي. انا يا جماعه بدي استاذن منكم، بدي اروح اجرش البرغو. عم تجرش شو برغو؟ اي والله عم نجرش برغل، شو بدنا نساوي؟ ايوه انت الثانيه، لك اختي عندكم طاحونه، ابعتيهم على الطاحونه والله اريح لك. والله يا تقبريني ابني شاهر ما بحب جرش البرغل الا على الايد. ها الحمد لله على سلامه شاهر. الله يسلمك يا ديبه، والله يعطيكي على حسب نيتك. طمنيني شاهر شلونه هلا؟ والله الله قدره ولطف. بس انت طمنيني كيفه نصري؟ انا دريت انه هو تعبان الاخر. اي والله يا اختي الله ينتقم منه هالتحسين. الهي الهي يغضب عليه، ذاتي هذا مغضوب بحياته، لا بيتوفى ولا بيصير مثل العالم والناس. الهي يبعث له كف رباني يخلص العباد منه. قادر يا كريم قادر. الله كبير يا ام نصري، الله كبير. والله المختار ابو وضاح والعقيد ابو ادهم يعني مو هاين عليهم بنصر بنوم، وزعلانين كتير من تحسين. خيرات الله. يي علي ليش انا ما قلت لك؟ ابو وضاح دابح للدبايح، وحده مشان شاحن وواحدة مشان نصري وواحدة مشان ابنه وضاح الله يسلم له اياه. قال مشان رب العالمين يحفظ شباب الحاره. ويا خيتي عم يوزعوا اللحمه على ابو جنب على كل اهل الحاره. وتبيحها مشان شاهر كمان. يا ميت اهلين وسهلين. بهالقامة وهالعين بنت عمي، طمنيني شلونه وضاح؟ الحمد لله صار أحسن. الحمد لله. شلونك عمتي؟ تقبري قلبي انتي، تقبريني. أهلين بالغالي بنت الغالي. يو هلأ أطلعت يعني أنا برانية؟ ليش أنا مو غالي عليكي؟ لا أيوه شلون مالك غالية، بس أخي هو اللي رباني وبحسه مثل أبي. ورويدة اسمع على اسمي، بحسها قطعة من قلبي. شلونه وضاح عمتي؟ إن شاء الله ماله عم يتوجع. قولي على قلبي يا عمتي، ليش وضح بحسسنا إذا عم يتوجع ولا لا؟ هي مرت خالك وبنت رويدة، لقوم استقبلهم. اي والله والله رويدة مبارح ما نامت الليل. يوه ليش؟ لأنه هالدرسان مبارح كانت عم تتناوع على العرادة من الشباك. قولي على طولي، وشافت وضح شلون انجرح ونزلت لتحت، ويا على طولي هالبنت لا من تمها ولا من كمها، وبقدرت قادر لحتى قدرنا نصحيها. لك اهلين وسهلين بمرت خالي. اهلين تقبري قلبي، اهلين بالغالي تقبري قلبي. لك شلونك رويدة؟ اهلين بنت عمتي شلونك؟ تمام الحمد لله. شلونه خالي وشلونه وفيقة وعليا؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله تقبريني كلياتهم بخير. الهي فرحني فيك ويكللك بالرضا يا حق. ان شاء الله بتفرحي برويدة ورجدي. لك صحيح نسيت اسالكم، كيفه محجوب الصغير؟ بخير ببوس ايدك. ان شاء الله بيقبر قلبي، اسم الله عليه على هالحكيات اللي اله شو صايرين. اسم الله حوله، الله يحرسه ويحميه.
وين وضح هلا؟ بقطه تقبريني. عنده حدا؟ لا ما في حدا. لكان لا اطلع اطمن عليه قبل ما يجي حدا. يا مو اخوك فايق ولا نايم؟ لا يا مو فايق. إلا كان الله يرضى عليك يساوي لنا فنجان قهوه لبين ما اطلع انا ومرت خالك شق عليه. حاضر يا مو. تفضلي مرتخي نطلع لعند وضح. يلا تقبريني يلا. تفضلي. ايه يا مو؟ ما تخالك بدها تشق عليك. ايه تفضلوا يا مو تفضلوا. اهلا وسهلا. شلونك يا مو وضح؟ تشكو الاسي ان شاء الله. نشكر الله الحمد لله مرت خالي. اتقطع عليك على هالضربة. تقبرني يا مو ان شاء الله الجرح مو كبير. اه؟ ايه لا مرت خالي مو كبير مو كبير. شو طلعت لهون وليه مقصوفة الرقبة؟ يلا انزلي لتحت. يا معلش مرتخي شافتنا طلعنا طلعت ورانا شو فيها؟ شو يا أكلتي بهدلة؟ في شو عرفني؟ شفتن طالعين لفوق أمت لحقتن. لا غشيمة قال يعني ما بتعرفي مين في فوق. شو معرفني يعني؟ إن شاء الله طالعك هالطلعة وأنتي عروس يا حق. سميحة شو؟ وين القهوة؟ يلا يلا خلينا على القهوة. مختار! أهلين ابن نجيب. بلا أهلين بلا سهلين. شو ابن نجيب شو صاير بالحارة؟ أسا هيك بيصير هيك يا مختار بيصير بيشوس من الله هذا الحكي. لك شبك شبك عود وفهمني شبك. لك شو عود؟ دمي فعلا يا مختار ما يقدر يعود. لا والله ما يقدر يعود. لك شغلت لي بالي شو صاير بالحارة خير؟ شو صاير؟ يا سيد راسي يا حالك شو صاير؟ ها؟ يا الله بطل سيد راسي شفني هاي لحمة هاي لحمة ولا دهنة هاي؟ لا هي الشغلة لك بسيطة يا ابن نجيب بسيطة. بسيطة لا والله مو بسيطة يا مختار. هاي بسيطة؟ لك دهنة كلها بسيطة؟ أقولك ايه بسيطة ومو حرزانة شباك. مو حرزانة؟ هلا هاي مو حرزانة؟ لا سيدي حرزانة هي أحرسي بالدنيا إذا بدك. من مال الله من مال الله من مال الله يا أخي. فوتي أختي فوتي. من مال الله يا أخي جوزي مريض وعندي أطفال ومالن والي. ماشي أختي ماشي امسكي الله يستر عليكي. الله يعطيك يا أخي ويستر على حريماتك يا رب. ليش عطيتها مختار؟ لا شو بدك بهالشغلة؟ استني ليلك أختي. شو بتأمر أخي؟ تعي أختي تعي امسكي اللحمات خديهم طبخيهم لأولادي. الله يعطيك يا أخي كتر خيرك يا أخي الله يرزقك يا أخي. لك شو كتر خيرك؟ لحماتي هدول يا مختار لحماتي؟ إيه بعرف لحماتك بس مو على أساس حصتك مو عاجبتك. إيه شو كفرت إذا تحصي مو عاجبتني بلا مو عاجبتني سيدي. شوف لا تكلم بس هلا ببعتك مع دعاس لعند فخري ومحمد بيعطوك أحلى قطعة لحمة وكلها هبرة منيحة. الله يخلينا المختار والله العظيم طول عمري بقول شيخ شباب المختار ما في منك الله يخلينا يا. وأنا الله وكيلك من يوم يومي بحسدك على عزة نفسك يا ابن نجيب. هيك يا أبو حدو لهالدرجة هانت عليك العشرة؟ لك حتى ابنك ما اشتقت له؟ والله كنت مفكرتك غير هيك. خلص أبو حدو. لك شو خلاص؟ خلص خلص حباك. لا لا بغار. لا شو بغار؟ لا بو أنا بغار. عجبك هيك فيقته لحدو؟ هلا وقتك حدو أفندي سكتي. هلا بتاخذ اللحمة. والله كنت خير مختار. ايه والله كنت خير مختار في دراسي. الله وكيل. ايه والله يلا عندك طخي. الله لا يوفقك يا طخي. وينه؟ لك مرحبا محمد. عليه معلم دعاس. لك وينه فخمي؟
فخري راح على الغداء وسكرتك تالته لأنه الولد تبعه ما اجى اليوم. حاكم أمه للولد. لك شو بدي بالولد وأمه للولد؟ يستر عرضك. بدنا اللحمات سيد راسين. اللحمات اللحمات فرقناهم كلهم على أهل الحارة. فرقتوهم كله يا أبو محمد؟ اي والله ما ضل شيء. والقشة والراس سيد راسي؟ القشة والراس يا سيد راسي انتزعوا وطلعت ريحتهم وصار الدبان عليهم كوام كوام. امنا كبيناهم. كبيتوهم كبيتوهم؟ ايه والله كبيناهم. ايه والله خليني موت انا احسن. يا قم محمد لك شوية مي بدي اشوف الدرامج شو بتعملوا. جيبوا لها مي. لك إن شاء الله بتسلمي لقلبي على هالرتابة. إيه والله والله عمك أبو وضاح ما يشوف جات هالفواكه ليطير عقله. تقبر قلبي إن شاء الله. طول عمره متقنة وبتحب الزوزة أو الترتيب. إيه لكان أم عبدو لكان طالعة لعمتها مرتبة. بتعرفي سميحة؟ لما بفيق الصبح بسمع صوت العصافير عم تزقزق على ياسمينة، أنا متسطحة على التخت ومغمضة عيوني، بحس إنه وضاح بعت لي إياهم. رويدة شو عم تحكي أنت؟ إيه بدي أحكي. ابن عمتي وبحبه من يوم ما كنا صغار لهلا، ما غابت صورته عن بالي ولا لحظة. بتعرفي لما شفته انضرب نار وشعلت بقلبي وطلعت من عيوني وما عدت شفت شي. رويدة شو جنيتي؟ والله إذا حدا من أهلك بيسمعك والله والله لا يذبحوكي مثل ما بيذبحوا الخروف. اي يضحك ما بخاف. الحمد لله يا ام شاهر اللي صار هيك ولا صار غير هيك. اي والله يا ام صفوان الله قدر ولطف. ايه الله يسلم كل هالشباب ويخليهم لاهليهم يا حق. امين يا رب امين. شو وينها شهيره؟ مالي شايفتها. تقبريني عم تجرش برغل. ايه رب انا عندي مساعده لك. يلا اوا حسبي الله ونعم الوكيل. لك وين راح؟ وين راح؟ لك يا ابو نجيب المختار مو هون، بس يجي انا بحكي له انت روح هلا. لك ما بصير ما بصير، هلا من شوي كان هون المختار. لك يا حبيبي المختار والله مشاغله كثيره. لك ما بصير يروح يا دعاس، ما بصير يروح، بدي اياه بسنه ضروريه انا. وليش ما بصير يروح؟ لانه ما بصير. مو مختار هو؟ مين بده ياخذنا حقنا؟ شو بدك يعني سيد دعاس؟ اطلع عيد من ورا ويمين قدام، صبي حمامنا، اخي ماني رايح من هون لبين ما ياخذ لي حقي. منيح هيك؟ هي رح اقعد قدام الحاصر حاسنا منيح؟ ها وي عادي. ها يا الله وي ام الدين. هاي هيك وام الدين لا شوف. ها داك بيا هيك. الله يرضى عليك، طعموا الفرس وحطوا له مي. على راسي مختار بتأمر انت. سيك ما في زوم مختار. سيك خالي. يسلم والدي. تفضل شريف. يا ميت اهلا وسهلا. اهلا اهلين بالعقيد. اهلين بكبيرنا شرف. الله يخلي لي اياك. والله كنت بالميدان عم غير جو وبعدين قلت لحالي لمر لعند ابو ادهم اقعد لي شوي. يا ميت اهلا وسهلا. القهوه يا صبحي. الله يعطيك العافيه يا دي. الله يعافيك ويرضى عليكي. وين امك؟ جوا بالاوضه. بديعة يا بديعة. ايه ابن عمي. شو؟ الله يعطيك العافية. الله يعافيكي. وين هالقردة ماني شايفة؟ مين دلال؟ ليش في قردة غيرها بهالبيت؟ جوا بالأوضة يا بي. اوف مالها بالعادة ما تلاقي لي، ولا لأنه جبت لها اللحمات صارت بتدلل علي. خدي هاللحمات قطيهم شقف وملحيهم، وفي كيس صغير فيه لحمة ناعمة منشان الكباب، بدي اشوي لها اياهم أصابع للست دلال. الله يسلم ايديك ابن عمي، الله لا يحرمنا منك. وانتي زهرية، يلا يا بي حضري لي هالسياخ والفحمات. يلا يلا يا بي. اوكي يلا بديع عامل لكم شوية همة، بدنا نشوي لها اللحمات ونفضل لها الشهوة لها ولأخواتها. لك وين انا ادي لها لشوف. بديع شبكي؟ لك شو في دلال صاير لها شي؟ ابن عمي دلال سخناني شوي. اوف ومن امتى؟ والله يا ابن الحلال من الصبح فقت لقيت عم تغلي غلي. طيب شو طعمتيها؟ شو سقيتيها؟ سقيتها شوية بابونج قامت استفرغتهم دغري.
الله يصلحك يا بديعة، ليش ما بعثتي لي خبر من الصبح؟ ليش؟ شرفتونا وانستونا، والله اهلا وسهلا فيكم. تقبل قلبي والله بتنحب. تقبريني ان شاء الله. لك وينك يا ديبه؟ وينك يا منظومه؟ غاطه وما عم تبيني. خليها لله يا ام وضاح، والله كان عندي ولاده وولادتها تعسرت. ضلت يومين ثلاثه تطلع، بس الله دخيل اسمه يسرها بعدين. ايه الحمد لله اللي تيسرت. وبعدين ضليت لي هيك يومين ثلاثه لحتى ركنتها. تقبريني يا اختي، والله وقت دريت بوضاح انشغل بالي عليه كثير. ان شاء الله ما بينشغل بالك على غالي. كيفك عمتي ان شاء الله؟ لك شبك يا مو، طلعي قدامي. معلش يا مرتخي، معلش اتركيها، شو صار يعني خربت الدنيا؟ يبعت لي حمى عليها من وجع ايديها تلبكت. شو بها ايدك عمتي؟ انجرحت عند ام شاهر، كانت عم تساعد شهيره بجرش البرغل. لك خلصنا يا بنات، يبعت لكم الهنا، اتركوها بحالها. وقامت له رصة على كيفك مختار. تفضل مختار. يسلم. اهلا وسهلا فيك. ما قصرت يا عقيل، ما قصرت. اهلين صبحي. راسي. ان شاء الله دايمين. صحتين وهرف، صحتين وهرف. عشت. وينه تحسين؟ موجود. نادي له بدي اياه شوي. يا صبحي. مو عبيد. روح نادي له لتحسين. حاضر. خير مختار، في شيء جديد؟ اليوم من الصبح اجى لعندي رئيس الكركون. وشو بده؟ بده تحسين. ايوه. وشو بتحب مختار؟ نسلمه؟ لا شو نسلمه يا عقيب، مهما كان بضل تحسين ابننا ومن عظام الرقبة. الله يديمك ويعزك يا مختار. أنا أخذت مهلي من رئيس كركون 3 أيام لبمحل المشكلة ورضي. وما أحلاه ما يرضى، أخذ اللي فيه النصيب وتيسر. بس بتعرف رئيس كركون رجال عوايني، ممكن يلحس كلمته بأي دقيقة، يعني بخاف تطلع معه شي مرة ويشوف تحسين ويدكه بالكركون. مشان هيك لازم نحل المشكلة يا بابا، لأنه أم نصري مشتكية ونصري متأذي كتير، ومثل ما بتعرف كمان أبو شومان راسه عنيد وخلقه صعب. وتحسين شرحه ما لقيته لتحسين، دورت عليه بكل الخانة وما لقيته، يمكن هرب. لا وين دبر هذا؟ يسلم إيديك تؤمرني. والله يا سموحة مالك علي يمين، لما دريت انه وضاح انجرح بالسيف ما صدقت، وقلت لحالي اكيد اكيد مات واهلي ما بدهم يعني قدره. يوه فال الله ولا فالك. زكية شو جد بقى انتي يعني؟ يوه شو بكون؟ ليش انا شو حكيت؟ يامو يلا قومي بدنا نمشي. اي يلا يامو بس نكمل هالسيرة، يلا تقبريني. وين رويدة؟ لسه بكير. لا بنمشي بيكون احسن، كلام بهز البدن يا لطيف. الله يعطيك العافية خليك. الله يسلمك يا ديبو، شو شلون صار ابو رضا؟ لا الحمد لله تحسن، وابو صفوان شافه وقال لي الحمد لله تعافى، وقال لي اذا بدك تروح على شغلك روح. ايه الله يعطيك العافية. اهلين معلمين. اهلين بدعاس. شو راح؟ راح ابو نجيب؟ ايه راح، بس راجع ما بيطول. ليش شبو ابو نجيب؟ ما انحلت مشكلته؟ لا والله يا معلمي ما انحلت مشكلته، رحنا لقيناهم فرقين اللحمة كلياتها، حتى القشة والراس تركوها قدام دكانة أبو فخري طقت عين الشمس، حتى طلعت ريحتهم وخموا وكبوهم، وقعد يستناك هنيك على هدول الكياس. يعني يا ابو نجيب طلع تيتي تيتي، مثل ما رحتي مثل ما اجيتي.